سيدنا إبراهيم، يعني أنا معلش هطول شوية، سيدنا إبراهيم رسم لينا في القرآن الكريم في سورة مريم 4 مبادئ لما يجي حد يحاور حد يمشي معاه فيها. لو أنا شايف إن قدامي شخص، تمام، قدامي شخص بيعمل حاجة غلط، سيدنا إبراهيم ربنا بيقول في القرآن: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، أول حاجة يا أبتي السؤال عن علة الخطأ، هو حضرتك بتعمل ليه كده؟ لما تعبده؟ ما خشش مهاجم على طول. ماشي. هو حضرتك ليه بتشرب سجاير؟ هي حلوة؟ بسأل الأول. هو ليه حضرتك مش بتصلي؟ لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يبقى دي أول حاجة، السبب، السؤال عن العلة. 2، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، أنا عرفت حاجة كده، مش أنا العالم العلامة الجهبذ البحر الفهامة اللي ما فيش زي، إني قد جاءني من العلم، فبين الأسانيد العلمية. 3، أنهى عن العمل اللي هو بيعمله، لا تعبد الشيطان، ما تعملش كده تاني. 4، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أنا والله بقول الكلام ده عشان خايف عليك وبحبك لله. فتخيل إن إحنا نمشي كده مع اللي مع المحاور، إن أنا بقول له: هو حضرتك ليه عملت كده؟ ده أنا قرأت أو علمت إنه ربنا قال كذا كذا، السبب التاني. 3، أنا مش عايز حضرتك تعمل كده. 4، أنا قلت الكلام ده عشان خايف عليك. جميل.